زتونة زتونة وخال وليد مشاكلهم أهي بالعبيد وحلولهم ولا هي بتنفع أونطة ولا بتفيد فاتن تايها ما بينا وبصوتها الكل يطير عشان احنا في كل حاجة راشقين ومشاهدتنا بالملايين نمشي في اي حتة ترن ولا حد عارفنا مين نمشي في اي حته ترن ولا حد عارفنا مين ده احنا عطاوله واسالي عنا كله بيسال عن اخبارنا نجوميه والشهرة دارنا نفشل حتى نيوم فكرنا الكل يطير اكشن امشي يا واد روح روح بلا وكسة شكلك بق طالع من حدسة امشي يا واد روح روح بلا وكسة شكلك بق طالع من حدسة شهرة ايه احمد يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسة شهرة ايه احمد يا منيل هتخرب بيتنا والله حاسة الكل يطير وفاتن تايها ما بينا وبصوتها الكل يطير عشان يرضي مين ده بس يا ربي انا عملت ايه النهارده بس مخرجه ومعده برامج وعامله نظافه ده ناقص عملوا شاي وقهوه بالمره ما عادش ناقص الا ده بقى احلى فطار لسبع صنايع زودت جبنه يا عم رمضان فضلت العلبه كلها وسكر الشاي حطيت لك معلقه عشان الرجيم طب يلا اتكل بسرعة مساء الخير يا تونة مفيش مانع مفيش مانع ايه يا ست وانا بطلب ايديكي ازيك يا فاتن خليك في حالك جاهزين سري فورتون اكشن يرحمكم الله اعزائي المشاهدين اما تطلع من الكادر هنبدا البرنامج أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم وأولى حلقات برنامجنا زتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد أعزائي المشاهدين عايز أقول لكم عملنا مجهود جامد أنا والواد ابن أختي عشان نعمل البرنامج ده تعبنا وحاولنا وفكرنا في فكرة جديدة هنتعب أي نعم بس أنتوا ترتاحوا فكرة البرنامج سهلة جدا أولا أنتوا هتقولوا مشاكلكم هتتصلوا بينا هتبعتولنا على الفيسبوك تقولولنا مشاكلكو وانا وزاد منورة دي يا زيتون بنورك اولى حلقاتنا هتنبسط ماشي هنحل المشاكل سهلة بسيطة هنعمل مجهود جامد عشان نحللكو المشاكل بتاعتكو ونطلع فاصل ونرجع تاني في برنامجكم زيتونة وخال وليد لحل المشاكل اكيد منور يا ولد بنورك الله يحفظك ورجعنا لكم بعد الفاصل بحلقتنا زيتونة وخال وليد وعلشان نبسط الحكايه بطريقه سهله وبسيطه عشان مش فاهم اي حاجه من اللي خالي بيقولها دي انبسطها في خمس حلقات بس خمسه هتعرف اه يلا بسط يا زيتونة قول الخمس مش كلام عليك كلام عليا ايه اعزائي المشاهدين هيبسط لنا في خمس حلقات احنا محضرين كويس يلا يا زيتونة قول لنا الخمس حلقات اللي ابدا بقول الله اول حلقه احتيال سرقه الهويه ايوه احتيال ايه سرقه الهويه ماشي والتاني حاجه احتيال الوادي احتيال الايه الوادي احتيال الوادي جديده دي اقسم بالله ما سمعتها لا في بروفات ولا في ماشي التالت حاجه التالت حاجه ايوه ثلاثي الابعاد اه ماشي ورابع حاجه ايوه الاحتيال النظيف احتيال نظيف الله كمل كمل هبقى لسه ملخص ايوه ابن اخت اقسم بالله ابن اخت وخامس حاجه خامس حاجه التسوق بالعمله التسول بالعمله التسوق بالعمله التسوق
أعزائي المشاهدين، بعد ما ابن أختي زتونة وصلت لنا الخمس حالات اللي هو قالهم، هنحاول نشرح لكم إزاي تكون تحمي نفسك من النصب الإلكتروني. النصب الإلكتروني ده عبارة عن أي احتيال على السوشيال ميديا، يعني ابتزاز، إزاي يبتزك وياخد منك فلوس، إزاي يستغلك ويطلع منك فلوس، إزاي يشهر بيك. والنهاردة إن شاء الله هنقول لكم الحلول إزاي تبعد عن الحاجات دي كلها. فاصل ونرجع تاني مع برنامجكم زتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد. الله يفتح عليك يا ولا. لا بس خمسة حلوين. طب دبسني في الخمس حالات يا ابني، مش انت اللي اخترعت قلت خمسة؟ انا كنت هقول اتنين بس انت اللي قلت خمس حالات فقلت اشوفه يعني متعلم. دبستني يا وليد. وليد ولا وليد ايه في عينك؟ خال وليد يا يا فسلي يا حاضر يا تون. هنطلع يلا 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 هنطلع تاني. يلا أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني وحلقة النصب الإلكتروني في برنامجكم زتونة وخال وليد لحل المشاكل أكيد. منور يا دنايا. أعزائي المشاهدين، عشان تحمي نفسك من النصب الإلكتروني، أول حاجة ما تدخلش على أي لينك أنت ما تعرفوش. تاني حاجة إيه يا زتونة؟ عايز أو تدخل على رابط عشوائي. حلو حلو، رابط عشوائي او خبر مثير لفنانة ماتت بتاع، ما تدخلش على الحاجات دي صح؟ ماشي. رابع حاجة؟ رابع حاجة اقول انا قول انت المواقع الاباحية والله اوعى تدخل. بص، اي رابط يجيلك من المواقع التعبانية دي ما تدخلش، يعني ما يعني الحاجات اللي انت ما تعرفهاش ما تدخل على خالك، مرات خالك، تتصفح صح؟ تدي رقم السر لحد. بتدي الرقم السر لحد. ايوه كده، انتوا عارفين حاجات، اقسم بالله يا ابني احنا ما نعرف الحاجات دي، احنا خلاص يا ابني حكم السن بقى. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف رسائلكم. هنقرا الرسائل بتاعت اول حلقه معانا مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. الله يحفظك. الله يخليك حبيبه زتونه. خرجتوا ليه من الحلقه يا مدهول على عينك؟ عندكم دخله تليفونيه يا ست. الواد مزنوق مني وعمال يغمز ارجع فاصل، ارجع من الفاصل يا زتون. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا مكالمه ونقول الو. عرفنا بنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. انا مدرس من المعادي وعايز احكي عن موقف اتنصب عليا فيه. انا وزوجتي كنا واقفين قدام سوبر ماركت شيك ولقينا واحد كده محترم نازل من عربيه حديثه وسالنا عن اقرب مكان لشركه محمول علشان معاه هدايا مجانيه للعملاء يعني، وكان معاه سواق معاه هديه كده جايبها من العربيه وطلب مننا الفيزا والرقم بتاعها والباسورد بتاعها علشان يسلمنا الهديه يعني، وادانا الكرتونتين وطلع يجري بعربيته. وطبعا الكرتونتين كانوا فاضيين، وعبال بقى ما نوقف الفيزا ونستسلم في البنك كان هو سحب تقريبا 50,000 جنيه. الله يعوض عليكي. يا نهار ابيض. بس انا اعزائي المشاهدين، من المحادثه والمكالمه دي عايز اعرف، في ناس متعلمه ومثقفه للدرجه دي وبتقع في الاخطاء دي؟ وده اللي خلانا ان احنا نفكر في حل المشاكل دي. بس الموضوع ما بيقفش عند مدرس وبس، الموضوع بيقف عند ايه يا زتونه؟ عادي يا خال، انا اعرف ناس معاهم دكاتره واعلاميين واتنصب عليهم. اعلاميين نصب؟ ماشي. قصدك ايه يا زتونه؟ مش قصدي. امال ايه؟ انت مش فاكر عليك الشقه اللي انت اشتريتها من الراجل؟ لا 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 لا، انا مش فاكر حاجه، مش فاكر حاجه. استنى افكرك. لا ايه؟ لما انت اشتريتها من الراجل وطلع الراجل مش صاحب العماره. فاكر يا زتونه؟ عادي، ايه المشكله بتحصل يعني؟ عادي يا خال، خلي الناس تستفيد من جملتك. استفيد من ايه؟ من سرقتي؟ والله يا زتونه كانت نيتي صافيه واتنصب عليا. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع تاني معاكم برنامج زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. ده انا هطلع عينك. ايه يا زتونه، انت بتشربني يا ابني على الهوا يا ابني، عيب عليك. انا خالك. عادي يا عم، استفادوا. استفادوا ايه يا زتونه؟ ما هو استفادوا مننا، ما احنا بنصحهم. يخلوا بالهم من الحته دي يعني. حد دي يعني حد ينصب عليها؟ حد دي جت على خالك يعني؟ ما انت اللي اتنصب عليك بس. ما اتنصب عليا يعني؟ انا يتنصب عليا وتضيع فلوسي في الاخر اتشرد قدام الناس؟ عادي بقى، ماشي زي بعض. نورة يا حاجه.
ونورك يا اخويا. والله التليفون حلنا فيه. نطلع نرجع تاني ولا نعمل ايه؟ قاعده نرجع فاصل ولا نطلع نخلينا في الفاصل؟ اودي فاصل ايه يا مدهول على عينك؟ عندك مداخله تليفونيه تاني؟ هدخلها لك تاني. دخلي يلا، انا اللي هرد المره دي. يلا دخلي. ها ها قولي اكشن. ها اسمع اكشن. يلا 3-1-2-4 اكشن. يرحمكم الله. الله يحرقك. أعزائي المشاهدين، ورجعنا تاني بعد الفاصل، وأهلا بكم في برنامجكم اللي صدعناكم بيه باسمه زتونة وخال وليد لحل المشاكل. أكيد يا خالد جدع. عادي يا زتونة، الطاية دي بتاعتك. أعزائي المشاهدين، عايز أقول لكم إن في تليفون. ألو، أيوة، مين معانا؟ نتعرف بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ علي. أهلا بحضرتك. أهلا، اتفضل يا استاذ علي. ممكن اعرف ايه مشكلتك؟ ايه الحكايه؟ لا انا مش عندي مشاكل، انا بس كنت عايز اعرف حكايه الشقه اللي اتنصب عليك فيها يا وليد. اوبا اتشرف. استاذ علي، كان الخط قطع، احنا اسفين. الاستاذ علي الظاهر قطع عليه، كان عايز يعرف مشكله حل ال كمل زيتون. مشاكل، حل المشاكل. حل المشاكل اكيد. شدوا الحلقه شويه، انا عايز الحلقه تسخن. سخنه. يلا يا ماشي، احنا بعد كده نحط لها صبه تحت ولا حاجه نعليها فوق بدل ما. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم، ونرجع لكم تاني بعد الفاصل مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. والنهارده بعد ما شفنا كتر المشاكل دي وخدنا ملاحظ وقلنا ازاي نحلها، انا وابن اختي زتونه منور عدويه. نورك حبيبي. الله يخليك حبيبي. يا خالك اسمها خال ما تفضحناش الغريب. شدوا الحلقه شويه، انا عايزه الحلقه سخنه. نار نار نار. يلا خش، يلا ده فرن بلدي ولا. اعزائي المشاهدين، وفي نهايه حلقتنا النهارده في برنامجكم زتونه وخاله وليد لحل المشاكل اكيد، عايز اقول لكم تقدروا تبعتوا لنا كل رسائلكم على الفيسبوك على الواتساب. هتبعتوا لنا كل المشاكل عشان الحلقه الجايه نحل لكم مشاكل اكتر، وحلقه تكون اسخن اكتر، وتصبحوا على خير. مع برنامجكم زتونه وخال وليد لحل المشاكل اكيد. ايه يا رب، انا قفلت الحلقه اهو حلوه ولا ايه؟